بنعرف كثير من الاهالي يمكن اليوم بيشغلوا اولادهم بسبب فعليا ما عندهم وقت كافي، او بنفس الوقت مشان الضغوطات اللي بتلاقي الاهل ما كثير قدرانين يتحملوا الاولاد، بيعطوهم موبايل او بيتفرجوا على الشاشه لساعات طويله. وبنعرف قديش يمكن هي التكنولوجيا بتاثر، يعني الى ايجابياتها والى سلبياتها، بتاثر على الطفل وعلى شخصيته، لانه احيانا بنشوف بعض الاطفال بيتصرفوا تصرفات او بيحكوا بطريقه لغه مختلفه بناء على الساعات أكيد. المشاهده اللي عم يحضروها عبر الجوالات او فينا نقول الشاشات. وخلينا متفقين انه التكنولوجيا يعني صارت جزء اساسي من حياتنا اليوميه، من حياتنا العمليه، لكن الطفل اليوم صار يعني طول الوقت على شاشات التلفزيون، على الموبايل، على الكمبيوترات. هذا الشيء ممكن ياثر بشكل ايجابي او سلبي على حياه الطفل وسلوكياته في حال ما كان في رقابه بالمره من الاهل على الاطفال وعلى خطورته. فكيف ممكن نحن اليوم الاعتدال بالاستخدام لتجنب المخاطر وتحقيق الفائده بنفس الوقت؟ خلونا نتوسع اكثر تفاصيل عن الموضوع مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو، الدكتوره وفاء شعبان، دكتوره في التربيه. يسعد صباحك. صباحكم. اهلا وسهلا دكتوره. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتوره. عم نحكي عن موضوع جدا مهم اليوم، ما فينا ننفصل عن الواقع، يعني التكنولوجيا صارت جزء اساسي من حياتنا اليوميه، وبتلاقي الام والاب اساسا ماسكين الموبايل، فما فيهم يقولوا للطفل لا تمسك الموبايل وانا ماسك الموبايل عم اقعد واشتغل عليه. بس خلينا نحكي عن الساعات، يعني المشاهده للطفل قديش بتاثر سلبا؟ يعني نحن بنعرف حسب منظمه الصحه العالميه قالت بعض الساعات حسب عمر الطفل، بس في ناس او بعض الاهالي بيفرطوا اساسا بترك اولادهم للمشاهده بشكل كثير كبير. في البداية أنا بحب أشكركم على هذا الموضوع، موضوع حساس جدا. يعني نحن بصراحة بالمركز كل يوم لازم نشوف طفل أو طفلين أو خلال أسبوع على الأقل اثنين أو ثلاثة هن بيعانوا من استخدام موبايل أو مشاهدة التلفاز لفترات طويلة جدا. يعني ممكن يوصل بيجينا نحن أي طفل بيجينا أنه على أساس هذا الطفل ممكن يعاني من اضطرابات مختلفة، منها مثلا التوحد. بس عم بيصير خلط كتير بين اضطرابات التواصل اللي هي سببها استخدام الموبايل أو مشاهدة التلفاز لفترات طويلة، أو ممكن يكون هو فعلا عنده اضطراب توحد طبيعي، لكن يعني ممكن يكون من خلال التقييم وخلال التشخيص اضطراب توحد، لكن هو بالواقع للأسف هو اضطرابات والتواصل نتيجة استخدام الموبايل لفترات طويلة. مثل ما قلتي حضرتك، نحن ما فينا هلأ التكنولوجيا إجباري عننا، نحن بدنا نخوض بموضوع التكنولوجيا ونواكب العصر. صحيح. لأنه هذا شيء طبيعي، يعني أنت أو أي شخص أو أي حدا بدك معلومة صغيرة، كبسة الزر توصل لك المعلومة بشكل كتير جيد. صحيح. يعني فلذلك أنا ما فيني أقول لا، لكن المشكلة الكبيرة أنه استخدامهم أما بيكون بشكل خاطئ جدا للأطفال. هذا السبب اللي نحن بدنا نحكي فيه. مثلا خلينا نقول أنه أنا أم، أنا ما فيني أترك ابني كل الوقت بدون، أنا ما فيني أقعد معه كل الوقت وأقعد حاوره وأقعد لاعبه وأقعد أقضي معه معظم وقتي، لكن للأسف هذا الشيء عم بيأثر بشكل جدا على أطفالكم، عم بيعمل تأخر باللغة. ممكن يأثر الطفل اللي بيبقى في عنده، هو بيبقى مستقبل جيد اللي بيقعد على الموبايل أو بيقعد على التابلت أو بيقعد على التلفزيون، مستقبل جيد، لكن التعبير عنده صفر. تمام. ما بيقدر يعبر أبدا، بتنادي له ما بيسمع، بيعمل حاله منو، يعني منو معك أصلا لحتى يرد عليكي. تتطور الأمور هون أكثر وأكثر، أنه صارت اللغة عنده سيئة جدا، اللغة التعبيرية خاصة، لغة التواصل وحتى التواصل البصري. فأدى هذا الشيء إلى من استخدامات الأجهزة الإلكترونية بشكل سيء وغير منظم. يعني ممكن أنا أخلي ابني يستخدم الشيء بس كون أنا موجهته. تمام. يعني مثلا تلاقي معظم الأمهات بزيارات معينة تكون قاعدة بزيارة، بدها تسكت ابنها بتعطي الموبايل مشان يسكت، لأنه ابني ما عم يسكت إلا إذا أنا بعطيه الموبايل. أحد الأمهات قالت لي أنا ابني ما بيأكل إلا إذا كان الموبايل بإيده. تصير عنده عادة يعني. مو بس عادة، أولاً نقول نحن على الأضرار يلي كل فقرة من هالفقرات هي شو بتسببها.
هلا الطفل يلي انا اعطيته الموبايل او حاطته على شاشات التلفزيون 4-5 ساعات 6 ساعات كل يوم يعني انا شايفه واقع. ما عم نحكي نحن والدراسات الجديده اللي عم بتقلك شو الاسباب، لكن انت كأم لما بتكوني وعيانه شو عم ابنك عم بيشوف. هلا في بعض يوتيوب كيدز خاص للاطفال، ممكن انا عم راقب، انا عم بعرف ابني شو عم بيشوف، لكن للاسف الامهات بيتركوا لانه هي اصلا ممكن يكون ما عندها المام كامل بكيفيه استخدام التكنولوجيا وكيف بدنا نستخدمها. لكن في شيء مفيد، هلا نحن ما فينا نقول انه والله التكنولوجيا هي ضاره 100%، لا، لكن استخدامها بشكل خاطئ هو الضار. المفروض نحن نعرف كيف نوجه اطفالنا، نعرف كيف شو هن الاستخدامات اللي بده يستخدمها. يعني معلش بنحكي عن تجربه، اولت امبارح تقريبا اجتنا ام من برا خارج القطر، نزلوا مخصوص لانه ابنها صار بعزله، تشخص توحد. هو مو توحد، نتيجه استخدام الاجهزه لابنها. بس الجلوس لساعات طويله امام شاشات التلفاز او الموبايل ما بي ما له عامل مؤثر انه يكون الطفل مش عنده توحد؟ طيف توحد هلا الدراسات تصنف انه ممكن تؤثر. هلا سابقا نعم كلامك سليم، سابقا كانوا عم بيقولوا انه ممكن هذا النوع من التوحد سموه توحد شاشات، لكن بعدين قالوا لا، هذا ما هو، الدراسات اثبتت انه لا، هذا ما اسمه توحد شاشات، هذا نتيجه الطفل بيكون عنده استعداد انه بيعطيكي بعض السمات من سمات التوحد اللي بيكون مشخصينه بالدي اس ام 5 الدليل التشخيصي العالمي. بيكون في بعض، مثلا انت لما مثل ما قلنا قبل بشوي التواصل البصري ما في، انت هي سمه من سمات الطفل التوحدي، فهل بتروح بيشوفها اي اخصائي عادي غير متمرس او ما بيقول لك هذا توحد؟ لا، هو ما نتوحد، هو اضطراب تواصل نتيجة استخدام الأجهزة التكنولوجية بشكل سيء. أنا ممكن ساعتها كيف نظم الموضوع، وكيف أنا خلي ابني يتفرج على هاي الأجهزة بشكل أنه يستفيد منها. حكيتي حضرتك شغلة أنه أنا بدي أمنع ابني عن الموبايل، تمام. اجتني أم من يومين ثلاثة، طبعا قاعده هي زياره من زياره لاهلها، ما في هلا بتفوتي انت على بيت، في بيت ما في حدا ماسك الموبايل وانت فايته زياره، شو بتقولي لهم؟ قيموا الموبايلات لحتى نتفاهم مع بعضنا، صح ولا لا؟ قلت لها انت اذا انت بدك تمنعي ابنك عن الموبايل وانت ماسكه الموبايلات الاجهزه الذكيه وابوه ماسكه والضيوف اللي عندكم ماسكينهم، انتم عم بتدمروه للطفل من جوا، انت لا، نحن فيه لا، نحن لما بدنا نمنع الطفل انه يشوف يستخدم هي الاجهزه، وخاصه الاطفال اللي اثرت عليهم هاي المشاكل كلياتها، انتم المفروض توقفوا بالمطلق استخدام الموبايل قدام الطفل. ممكن هلا كثير الناس هلا عم تشتغل الموبايلات الصغيره بس اللي بتحكي، يعني لما بتحكي ولما الطفل بيكون نايم بيكون بمكان اخر، ممكن انت تتصفحي وسائل التواصل الاجتماعي اللي انت بتريديها. مثلا عندك طفل هلا بيجيكي بيقولوا لك عنده تشتت انتباه ADHD، او طلع عنده مثلا عنده زياده شحنات كهربائيه بالدماغ، هي نتيجه مكوث الطفل لفترات طويلة جدا أمام الجهاز. تمام دكتورة، خلينا نوضح بأي عمر اليوم ممكن يتأثر الطفل بالتكنولوجيا سلبا، لأنه كلنا بنعرف بنشوف نسبة كتير كبيرة من الأطفال بأعمار صغيرة منهم بيلجأوا لهدول الوسائل، فأي عمر المناسب اللي ممكن فعلا يتأثر فيه التكنولوجيا؟ نعم، في عندك عزيزتي من الصفر للسنتين ممنوع، من عم باتن هذا الأجهزة بتمثل لهذا الطفل كأن عم بتنوم تنويم مغناطيسي، ممنوع نهائيا. من 3 سنين لخمس سنين ممكن، عم تتراوح الدراسات بتقول انه ممكن تتراوح انه الطفل يشوف سواء التلفزيون او الأجهزة الذكية من نص ساعة لساعة، ومو بشكل متواصل، مو بشكل الا بدي اقطع على عدد من الفترات. بالاضافه الى ذلك المفروض انك تكوني انت قاعده وتناقشي وتشوفي ابنك شو عم بيشوف، شو هو، شو عم نعمل. هي
بندورة، شو لون البندورة؟ ندورة، شو كذا، شو بتعمل، شو فوائدها. أنا بعطيه معلومات لحتى هو يستفيد منها. هي من عمر 3 إلى 5 سنين. من 5 سنين مثلا هلا في عنا، نحن بتعرفوا انه في مدارس كتير صارت تستخدم صحيح. التابلت من ضمن المناهج الدراسيه صحيح. من ضمن المنهج الدراسي تبع هون بيبقى مراقب يعني هون في شبكه كامله، المراقبه من قبل الاداره، مراقبه. هذا طبعا هون ايجابي، شيء ايجابي بالنسبه للطفل. ليه؟ لانه هو عارف شو عم شو عم بيتلقى، ومعروف المواد اللي هو بده اياها. بس مو ممكن تسبب له ضرر نوعا ما في حال لجأ للآلة الحاسبة او لجأ يبحث عن المعلومة، يمكن هون بيصير عنده سهولة. هلا شوفي دائما ما في شيء ما له انعكاسات سلبية على شيء موضوع، لكن هذا هلا اللي عم هذا اللي نحن كله عم بنشتغل عليه. بدنا نعمل عصر السرعة، بدنا نعمل مواكبة مع العالم كله. طالما نحن عم نشتغل نحن، وبعدين ما تنسي كله هذا هلا قيد الدراسة هي كلياتها يعني تجارب ميدانية للأطفال. بس في عدد من المدارس وعدد من الدول الأوروبية يلي عم بتستخدم هذا، وحتى بسوريا عندنا كمان عم تستخدم هذا النوع من التكنولوجيا في تدريسهم، وعم تجيب نتائج لحد الآن هي نتائج إيجابية. بس خلينا نقول مرحلة المراهقة، بداية المراهقة، أنا حقلك شغلة تتفاجئي فيها، إنه بتتخيلي إنه في عندك تقريبا من 5 إلى 10 ثواني، كل 5 إلى 10 ثواني حالة انتحار بالعالم نتيجة استخدام الأجهزة الذكية ومشاهدة المراهقين وتأثيرها صحيح. تأثيرها السيء جدا صحيح. عليها. فأنت المفروض كأب أو كأم تعرف أولادك وين عم بي، وهلأ ما يعني هلأ ما ضل في شيء صعب صحيح. انت كأم أو كولي أمر بتقدر تاخذ موبايل ابنك توصله على موبايلك بدون هو ما بيعرف مثلا، وبتعرف شو عم بيشوف ومين عم بيدخل ومين شو الأمور اللي هو بده تضره انت بتبعد عنه. لحالنا منقول مثلا بحدد على جوجل او على اي سيرش بعمل انه الفيديو الخطر على الاطفال، ما هي الفيديوهات الخطيره على الاطفال بتطلع لي انا بحذفها. مو فقط يعني شفنا نحن عم نحكي عن اهميه الاعتدال، لانه ما فينا نفصل مثل ما قلنا ببدايه حديثنا الطفل عن الواقع قديش، لانه كلياتنا كنا ننطر ساعه الكرتون لما كنا صغار. يعني طبعاً. لما نقول من ساعه لساعتين هي عمليه الاعتدال لاحدث الدراسات انه ممكن الطفل يشاهد. بس شفنا تاثير التكنولوجيا بشكل كتير كبير بعدم المراقبة من قبل الأهل، مثل ما قلنا عمليات الانتحار، شفنا تحديات التيك توك، كتير من التحديات الأطفال تسببت لحالات الوفاة. الحوت الأزرق لعبة كانت تؤثر بشكل كتير على الأطفال، وشفنا مريم. حالات كتير تصدرت السوشيال ميديا. خلينا يعني نحن عم نقول نوجه رسالة أو نصيحة أهمية الاعتدال. يعني أنا ما فيني أسلخ طفلي عن الواقع، ونحن حتى بحياتنا اليومية نشوف أطفال رضع يعني 4-5 شهور 9 شهور ماسكة وأحاطة الموبايل، يعني مؤلم ومؤسف هذا المشهد جدا، لأنه بيأثر على شخصية الطفل. كيف فينا نعتدل؟ يعني ما بدنا نقول للأم، والأم بنعرف عليها مسؤوليات كتير كبيرة، مثل ما قلنا أحيانا أنه لتريح راسها أو تريح حالها من ضغوطات تعطي الموبايل. نحن ما عم نقول لا تعطي الموبايل، بس لساعات معينة وأوقات معينة، وقديش مهم الرقابة هون. هلا سيدتي نحن قلتي حضرتك بالبداية انه نحن صغار قد ايه كنا نحن بننطر افلام كرتون، بس ما تنسي هاي الافلام كرتون كانت مراقبة، كانت منظمة صحيح. كانت انت بتعرفي انت مطمئنة لو تركتي ابنك هالساعة عم يتفرج على الافلام كرتون، حتى نحن كبار تعلقنا فيها صحيح. يعني لهلا انا بعرف زوجي بحب نوع من افلام الكرتون بيقعد بيتفرج عليه، هذا هو كان يتفرج عليه سابقا. اما هلا انا الاعتدال بالنسبة لي أهم شيء. يعني أنا دائما أي حدا بيقول لي بدنا نحكي عن الأطفال وتأثير التكنولوجيا على الأطفال بتلاقيني شغوفة على هذا الموضوع، لأنه عم نشوف مصايب عندي صحيح. عم نشوف مصايب. يعني نص الأولاد اللي عندي بالمركز بيعانوا من اضطرابات نتيجة استخدامه. الاعتدال مثل ما قلت لحضرتك أول شيء من سنة لسنتين ممنوع صحيح. منعا باتا، وممنوع استخدام الأم حتى تستخدمه صحيح. طبعا بعدين أنا لقلك أنا بدي استخدم، هلأ بتقلك مثلا أي أنا بعتدل، أنا ما عم برجي لابني التلفزيون إلا أثناء الطعام. أثناء الطعام أصلا خطأ
لانه عم يعمل عنده اضطرابات معويه. الطفل عم بيبلع الاكل بلع ما نو مركز بطريقه اليه مضغ الطعام واليه الطعام، فلذلك عم بيعمل عنده مشكلات مناعه قليله. انا ايمت ممكن استخدم التلفزيون الوسائل بالتحفيز؟ يعني انت اعمل هيك انا بعطيك هيك، مبدا برمك بتعديل السلوك، اعمل هيك بعمل لك هيك، عرفتي شلون؟ فانا كتبت وظيفتك وخلصت الواجبات، معناتها نحن حنقعد نتفرج على التلفزيون او على البرنامج المحبب لك مده نص ساعه، بحدد له بالتايمر على الموبايل او بتايمر معين، متى ما رن التايمر ترلم ستوب، خلص خلص الوقت ولا تتراجع. ايه ماما دقيقه بس، خمس دقائق، لا انا قلت لا خلص، هذا هو الوقت المحدد. بالنسبة لهي من عمر مثلا المرحلة الابتدائية اللي عم نحكي عليها، الام قادرة لحد الان تسيطر طبعا على الموضوع. متى ما كبرنا شوي صرنا مرحلة المراهقة، بتعرفي حضرتك انه قديه هلا صار سن بداية سن المراهقة مع التكنولوجيا الجديدة؟ كان طبعا كلياتنا اذا قلنا شي طفل مبلش بالمراهقة او صبية ب 12 سنة نقول والله مبكرين، ابني مبكر. هلا الدراسات اثبتت بتسع سنين، صحيح بتسع سنين صارت عندي المراهق، معناتها هذا الشخص المراهق سواء شاب او بنت، قد ايه انت بدك تكوني مراقبه عليه؟ قد ايه بدك تعرفي شو اللي مستفيد منه من رؤيته لهالمواضيع هي؟ فلازم نحن نعرف كيف بدنا نراقب. مثل ما قلت لحضرتك كثير سهل، انا احد الامهات فتحت قدامي قالت لي شوفي بنتي شو فاتحه، عرفتي؟ انه عم بقول لها انه ما بيصير، قالت لي الكلب هي مقهوره على بنتها الصغيره اللي صار عندها اضطرابات بالتواصل، قالت لي شوفي بنتي، ايه مزبوط، في اطفال ما بتتاثر. هلا مشان نحن نكون من رعب كل الاهالي يقولوا شو هالحكي الفاضي اللي عم بتقولوا، صح؟ اخين مثلا، انا كل عمري بعطي ابني الموبايل من وقت ما كان، ما صار معه شيء، طب ليش بنتي هي انا عم اعطيتها اياه واقل وصار عندها اضطراب التواصل؟ لانه هي مستعده، عندها استعداد لهذا الشيء، انه ممكن اذا اخذت هذا الموضوع او تواصل ضلت فتره طويله كثير مع الموبايل، معناتها انا حاتاثر سلبا بهذا الموضوع. موضوع بغايه الاهميه وبغايه الخطوره. يعني مجتمعنا للاسف هلا بقول لك عن جد عن جد اذا بدنا نضل بهذا الموضوع وما سلطنا الضوء اكثر واكثر على هذا الموضوع، لا نحن رايحين لطريق ما نو كثير منيح. تمام. معظم الناس اللي هلا برات البلد عم يجوا يرجعوا يستقروا مشان هذا الموضوع. عندي اربع حالات من بلاد مختلفه تركوا البلد واجوا لهون بس منشان لانه العزله كمان بالغربه أثرت كمان لهذا الموضوع. ويمكن كمان خلينا نعطي أمثلة، اليوم بعض ألعاب الفيديو بتخلي الطفل يتواصل مع أشخاص خارج بلده، أشخاص من عالم افتراضي، ممكن يكونوا من بلدان مختلفة، هذا الشيء قد اليوم ممكن يأثر عليه، ممكن يخليه يكتسب عادات وتقاليد ممكن تكون منافية لمجتمعه، وبنفس الوقت ممكن يستفيد من الموضوع. هل تبادل الثقافات بين البلدان هذا شيء مشروع؟ تمام. وشيء حلو إني أنا أعرف مثلاً ثقافة بلد ما وشو عاداتهم شو تقاليدهم، لكن كمان نحن هنن اللي نحن بدنا نتعرف على ثقافاتهم، هنن لازم يعرفوا كمان ثقافاتنا ويحترموها. فنحن مثلاً في شغلات نحن منأيدها بس في أمور كتير نحن ما منأيدها منرفضها. نحن مجتمعنا مجتمع شرقي، ما منسمح مثلاً بأمور متعددة والكل بيعرفها، يعني ما صارت هي الأمور أنه السر من الأسرار، لا كل الناس بتعرف أنه نحن مثلاً ضد المثلية، ضد كذا ضد كذا. فنحن كمجتمع سوري أو كمجتمع عربي، أما تبادل الثقافات كتير حلو. أنا بعرف حدا من أحفادنا يعني أو قريبنا بيعمل تبادل ثقافات مع عدد بس لغات أخرى، صحيح، وخاصة صار يتعلم اللغة، صحيح، يتعلموا هن يتعلموا، يسألوا أنه لغتك شو، يسألك لما في أمور لا تناقشوا فيها من حقنا، نحن بنحترم عاداتهم وتقاليدهم ونحن وهن المفروض نفس الشيء بعدين نفس الشعور. طيب ختاما دكتورة وفاء، خلينا نحكي بعض النصائح لكل الأمهات اللي عندهم
اطفال وهن بسنواتهم الاولى، شفنا تجارب كثير على السوشيال ميديا لكثير نساء كانت عم تحارب مثل ما قلنا المشاهده بشكل كثير كبير على فينا نقول الجوالات او الشاشات من خلال مثلا انه تفصل الموبايل، انا ما بمسك الموبايل امام طفلي او بخبيه بقلب كتاب، شفنا بعض الحالات انه بمسك كتاب قدام الطفل، هو الطفل انعكاس ومرايه لاهله، فكثير يمكن من النساء عملوا قصص كانوا هيك فعليا اعطونا فكر حلوه ممكن نحن نستفاد فيها، خلينا نحكي بعض النصائح كمان للنساء لبعض الافكار نقدر فعليا نضبط هي الحاله ما نعمل عمليه سلخ للموضوع. حضرتك عم تقولي انه نحن الامهات بتحط بالكتاب وبتحكي، لك نحن يا بنتي بعصر هلا الطفل يلي ابن اشهر بيقدر يميز انت شو عم تعملي طبعاً بس يعني لمجرد اصبع انا بتفاجئ بشغله باطفال صغار كثير بتعمل لك هيك بترفع لك لفوق شاشه الموبايل وهن لسه بالاشهر طبعاً. فلذلك نحن ما بدنا نستهين بعقول اطفالنا، لا نحن خلينا الطفل مرايه اهله. انا برايي ممكن يكون فيه تماما، انا برايي انك انت تحددي وقت لابنك تمام، هذا الوقت لابنك بعدي الموبايل بعدي معه، حاوري لعبي حددي له بعض الانشطه اللي انا اليوم بدي اعملها معك كذا وكذا وكذا، فوتيه على المطبخ شاركي معاكي بتحضير الطعام شاركي مثل والحوار اهم شيء انك تحاوري ابنك وتحاكيه، لانه هو للاسف بتقول لك امهات ايه انا ما بحكي انا بيروح زوجي على الشغل بيرجع لسه ما فتحت تمي وما حكيت مع حدا، ليه؟ لانه انا ما عندي حدا بسال، بتسالي الام انه ابنك حطيه بالروضه، حطيه بالروضه على بسن مبكره، معلش اذا عندك عندك ظروف انك تحطي ولا ابنك بسن مبكر كثير منيح، نحن ما عم نطلب انه ياخذ اكاديميا صحيح. لا صحيح. يتواصل ويتفاعل اجتماعيا مع الاطفال الثانيين، بالاضافه انك انت توجهي توجه كامل انه ابني بده يتفرج على يوتيوب معين على فكره في بعض اليوتيوبات كثير كثير مفيده جدا لاطفال صحيح. معينه خاصه الام لما بدها تعلم مثلا صوت الحيوانات للطفل ممكن من يوتيوب معين هي وياه بتقعد بتتعلم منه، حتى الامهات بتقلك انا صرت اتعلم من اولادي، فهذا التبادل ما بين الام وما بين الطفل هو يلي بخلينا ان يعني بيساعدنا اكثر واكثر لحتى نستفيد من التكنولوجيا بشكل صحيح. أكيد يعني بختام حديثنا معك الدكتورة وفاء شعبان دكتورة في التربية بنشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وفعلا بتمنى الوعي أكثر للناس حول هذا الموضوع. وأنا بدي أتشكركم كثير وبتمنى من حضرتكم من قناتكم، أنا مو أول مرة طبعا بشارك بهذا صحيح. الموضوع ومو وهون، بس بتمنى من جميع وسائل الإعلام تسلط الضوء على هذا الموضوع، لأنه فعلا هو موضوع مهم جدا لا يقل أهمية عن أي مواضيع أخرى. أكيد نشكرك بالختام دكتورة وفاء اختصاصية تربية، وأكيد لنا وقفات أخرى نحكي بشكل موسع عن هذا الموضوع. شكرا كثير. شكرا كثير لكم.